مشاهدينا الكرام، عن الأزمة السياسية المستمرة في تونس في ظل تصاعد الأزمة الاقتصادية التي تعيشها البلاد، ينضم إلينا عبر سكايب من تونس العاصمة الأكاديمي والكاتب السياسي التونسي الأستاذ الأمين البوعزيزي. حياكم الله أستاذ الأمين. يعني الاتحاد العام للشغل يلوح بتظاهرة إذا لم تضع الحكومة حلولا حقيقية للخروج من الأزمة الاقتصادية التي أدخلت البلاد فيها، هل تعتقد أن الحكومة لديها ما يكفي من الحلول لإخراج تونس من النفق الذي هي فيه حاليا؟ مرحبا أخي، شكرا على الدعوة. أهلاً هو في الحقيقة يعني ما قلتم، قيادة الاتحاد العام التونسي للشغل التي نراها في هذه يعني الأسابيع الأخيرة أصبح صوتها يتعالى، وإن كان يعني لابد من توضيح بعض الأمور. نعم. إذا كانت الحكومة الحالية تخضع الى مراسيم يعني قيس سعيد، اذا كان قيس سعيد كما كنتم يعني تذكرون فصل دستورا على مقاسه، رئيسة الحكومه برتبه يعني سكرتيره عنده، لكن خطاب قياده اتحاد الشغل لا تتوجه بالنقد الى المهندس الحقيقي لما يجري في تونس، وانما تتجه الى حكومه نجلة بودن، والحال ان حكومه نجلة بودن كما قلت لكم هي في مرتبة يعني سكرتيرة لدى قيس سعيد. نعم. هذه القيادة هي من باركت الانقلاب في 25 جويلية يعني سنة 21، وبالتالي الفشل الذريع الذي يعني مني به الانقلاب في حل مشاكل التونسيين، قيس سعيد برر الانقلاب على الديمقراطية بيعني مشاكل التونسيين. التونسيين اليوم تقريبا وانتم تتابعون اصبح الحلم هو الحصول على لتر من الحليب او كيلوغرام يعني من الـ يعني المعجنات، وبالتالي اتحاد الشغل او على الاقل قيادته ما يعني لا يمكن ان تواصل، لانه اذا واصلت المسانده يعني الانتحار امام منظورها، وبالتالي هي تخاتل يعني تنقد رئيسه الحكومه، والحال انه في العشريه الفارطه كان يعني تعثر كما يقال تعثر ناقه في اقصى نقطه في تونس، يحملون رئاسه الدوله، يحملون البرلمان، يحملون يعني الجميع، لكن ايضا معناها من زاويه اخرى اذا وصل انصاره على راسهم هذه القياده المتنفذه يعني في اتحاد الشغل الى المجاهره بالنقد والتلويح بالاضرابات، يعني اعلان فشل يعني معناها مطلق لقيس سعيد. طيب ناتي هنا أستاذ الأمين إلى نقطة، وهي محاولة قيس سعيد معالجة الوضع أو الأزمات الموجودة داخل تونس. هل تعتقد بأن خطته بالاعتماد على صندوق النقد الدولي ستكون كافية وناجعة في حل الأزمة الاقتصادية؟ هو أخي هو انقلب مزايدة على ما كان يجري من يعني حوارات ومفاوضات بين الحكومات السابقة وصندوق النقد يعني الدولي، ويعني تقريب جزء كبير من أقول لك يعني بصوت عال معناها الموافقة الدولية في جانب كبير على الانقلاب، باعتبار أن الحكومات المنتخبة السابقة رفضت روشتات البنك الدولي، لكن هذا الذي انقلب على تلك الحكومات التي منعت ورفضت يعني كل الوصفات الجاهزة لبنك النقد يعني الدولي نراه اليوم ينبطح لها ويطبقها حرفيا، بمعنى رفع الدعم، بمعنى خوصصة ما تبقى من يعني ما نسميه في تونس بالقطاع العام. نعم. وبالتالي خضوعه المفرط الى روشتات البنك يعني الدولي ليس من شعارات انقلابه، وربما يعني خضوعه اليوم لم معناها بشكل وبدرجات لم تخضع لها الحكومات طيب المنتخبه. يعني هنا نريد ان نفهم نقطه بشان القضيه التونسيه، ما مدى اضرار توجه واعتماد قيس سعيد على صندوق النقد الدولي؟ هو أخي يعني البنك معناها وصايا البنك الدولي أمام يعني البنك الدولي لا يزكي على أمواله، البلد غارق في الديون، والبلد يعني أصبحت عنده خطوط حمراء أنه من يعني لا يقدر على الحصول على قروض منها أخرى. ماذا يقول له البنك يعني الدولي؟ ارفع الدعم عن خبز الناس ويعني خوصص ما بقي، يعني اصلا ماذا بقي؟ بقيت المستشفيات والتعليم والنقل. اذا هذا يعني هذه المرافق
يعني تمت خوصصتها اذا يعني رفع الدعم، اذا الخبز يعني رغيف نعم الخبز تقريب ب 5 دولار باش يصبح يعني تقريب 3 دولار، يعني تقريب يعني خليني اكون معك صريح، نعم يعني الدوله التونسيه كانت تعرف بطبقه وسطى، نعم الطبقه الوسطى انهارت كليا يعني نعم اليوم، والجميع اليوم عاجز عن انه طيب يعني معناها سيد الأمين، الوراثه. نأتي هنا إلى جزئية عادة ما تذكر، وهي الدول الداعمة لما حدث في تونس، التي دعمت وصول قيس سعيد، التي دعمت ما قام به من إجراءات تصفونها أنتم بالانقلاب. يعني الفكرة العامة، هذه الدول أين هي الآن من دعم تونس اقتصاديا، من دعم رئيسها الذي وافقت هي وارتضت به أن يكون أو يأتي بهذه الطريقة التي جاء بها؟ نعم أستاذ، أذكر أحد الحوارات التي أجراها تقريبا يعني في قناة الجزيرة، يعني صحفي تونسي كريشان تعرفونه، مع أحد المسؤولين الأمريكان، ماذا قال له؟ يعني الدول التي ساندت الانقلاب علنا، على الأقل خليني أكون معك صريح، يعني بعض الدول في الخليج، ممالك وإمارات ونظام الانقلاب في يعني في مصر، هذه الدول ماذا قال له؟ قالوا له هم ساندوا، لكن ولا مليم قادر يسركيلي يعني يدور في العالم دون موافقتنا، يعني دعموا انقلاب ووعدوه، لكن وجدوا انفسهم امام فيتو امريكي انه لا يمكن انهم يعني ساندتموه كما يقال يعني ربما لوجستيا في تنفيذ الانقلاب، لكن لا يمكنكم دعمه ماليا، وبالتالي هناك يعني فيتو معناها يعني تقريب امريكي في وجه هؤلاء القوى التي ساندت الانقلاب في الدعم المالي، يعني هذا هو المأساة، من زينوا صنيع 25 جويلية وجدوا أنفسهم عاجزون عن ضخ المال مثل ما ضخوه سنة 2013 لصالح الانقلاب في يعني في ما مصر. الذي إذن تريده الولايات المتحدة هنا في هذه النقطة؟ الولايات المتحدة الأمريكية أيضا يعني دائما أقول أمر أخي، هو اليوم يعني من يدافع عن الديمقراطية في تونس يتهمونه بالعمالة إلى الأمريكان، نقولها علنا، الأمريكان بعد تدمير بغداد عندما كانوا يعتقدون أنهم قادرون على نشر الديمقراطية بالدبابات وجهوا بمقاومة يعني وطنية، ماذا قالوا؟ قالوا إذا ثارت الشعوب في قادم الأيام لن نقف ضدها، الأمريكان يطالبون بالإنصات إلى إرادة هذه الشعوب مع تنفيذ اقتصاد السوق، يعني أنا دائما أقول شريعة الأمريكان أمراني، الديمقراطية الليبرالية واقتصاد السوق، يعني ويا علاش لها أخي؟ ويا لها من ديمقراطية التي جاءوا بها إلى العراق. سيد هو الأمين، يعني في ظل الظروف الاقتصادية المتردية التي تحدث في تونس، هناك قضية معروفة إعلاميا باسم المقامرة الإلكترونية، كيف تراها؟ يعني هل كما يراها البعض كاشفة لصراعات الأجنحة داخل أروقة الرئاسة؟ هو أخي ما يجري هذه الأيام، أنا أقول لك طالما نحن في ظل نظام يعني لا يوجد فيه فصل بين السلطات، ويعني نظام تقريب تغول ويمسك كل السلطات، هذه الملفات إن كانت حقيقية أو غير يعني حقيقية لا يمكن إلا أن نرفع بوجهها يعني الفيتو، على اعتبار أنه كله تخوين، نحن في مواطنون ضد الانقلاب يعني تذكرون خرج يعني شباب وطني قال لا ما يمكن تدبير البلد بهذه الطريقة، فقال هؤلاء مخمورون وهؤلاء خونة وهؤلاء باعوا أوطانهم، وبالتالي هذه الشعارات الخيانة والتدبير والتعامل مع الخارج هذا الكل يجب أن يخضع إلى القضاء، والقضاء في ظل نظام ديمقراطي، وبالتالي هذا الأمر الذي يروج هذه الأيام يعني من هم الساعة هات ناخذه كلهم من أنصاره، يعني بعد أن اغتال رمزيا كل معارضيه اليوم يعني دارت الدوائر على أنصاره، أنصاره نظام يمارس التقية يعني نظام غامض التف حوله نعم. كل من يبغضون طيب الديمقراطية كل من يبغضون الثورة في تونس، لكن هؤلاء أستاذ أجنحة الأمين، بسؤالي الأخير لحضرتك، ويعني أتمنى منك الإجابة بالمختصر، الآن الشعب التونسي الذي تعب، هذا الجيل الذي تعب بسبب الثورة بسبب الأحداث التي حصلت، هل لديه القدرة مرة أخرى على تكرار ما قام به في بداية انطلاق الربيع العربي، أم أنه مجهد الآن وتحتاجون إلى جيل جديد لتحقيق الثورة الشعبية؟
جيد أخي. تذكرون عندما اندلعت الأيام الأولى الثورة في تونس وذهبت يعني نحو مصر وذهبت نحو سوريا واليمن، وتلكأ شعب الجزائر بعد درس العشر سنوات هذا يعني، لكن هل تحققت يعني في النهاية؟ إذا كانت الثورة بدأت بغير تنظيمات يعني بجانب شعبي، الاكتواء اليوم ما يكتوي به الناس اليوم أنا أقول لك أنه لم يشهدوه زمن بن علي، وبالتالي المسألة الاجتماعية هي التي يعني ستجيبك. لأن الذين تحركوا يعني ليست المعارضة فقط وإنما الشارع الاجتماعي المتضرر، الشارع الاجتماعي اليوم تضرر أكثر من الأحداث التي انتفض ضدها سنة 2010-2011، وبالتالي لا أحد يملك الجواب إلا هؤلاء يعني المتضررين، ولا أحد يملك سلطة عليهم متى يخرجون أو رفض خروجهم. وصلت، على اعتبار وصلت فكرتك. انتهى كل شيء لكن لم ينتهي المزاج الثوري. أنا أشكرك شكرا جزيلا الأستاذ الأمين أبو عزيزي الكاتب والأكاديمي السياسي التونسي، كنت معنا عبر سكايب، شكرا جزيلا.